هاي ايفريون، معاكم شيماء منير. النهارده المحادثه بتاعتنا مختلفه شويه للاطفال، وهي بتتكلم عن الجود مانرز، وهي الاخلاق او العادات الحميده اللي المفروض ولادنا يكلموا بيها اي حد كبير. تعالوا نشوف مع بعض ازاي. Would you please pass the salad? Thank you. ممكن تبعتي لي او تديني الملح؟ شكرا. You are welcome. شايفين السؤال Would you please، من فضلك ممكن تمرري لي الملح؟ Thank you. موظف اطلب ميه من حد بقول may I please have some water، ممكن من فضلك اخد شويه ميه. okay there is more in the kitchen. ناخد بالنا يا اولاد من طريقه السؤال لحد اكبر مني بادب. may I، excuse me I need to wash my hands، من فضلك او بعد اذنك انا محتاج اغسل ايدي. excuse me the bathroom is just down the hall، الحمام هتلاقيه تحت. شايفين الاستئذان excuse me، اوكي بعد اذنك. appetizer اللي هي دايما المقبلات اللي بتتاكل جنب الاكل، زي البيتزا، زي الدوريتوس، زي ممكن السلطه، كل دي appetizer بسميها المقبلات. rude التصرف الشخص المش كويس، يعني ممكن نقول الطفل اللي بيتصرف تصرفات مش كويسه او الوقاحه هي rude. table manners هي اداب ايه او اخلاق اللي احنا لما نيجي ناكل على الترابيزه ليها اخلاق وليها عادات المفروض ان احنا نتبعها. دي قدامكم الصوره فيها كل حاجه. لو عجبكم الفيديو بتعملوا لايك وتشير وكومنت. thanks for watching and see you soon. bye.